أهلاً وسهلاً بكم يا أصدقائي. اليوم سنرى الامتحان الأول للدورة الثانية مادة الاجتماعيات التاريخ المستوى الرابع ابتدائي، استعداداً لفروض المرحلة الثالثة. الامتحان الأول الدورة الثانية المستوى الرابع ابتدائي. لنبدأ الامتحان، يعني امتحان التاريخ. ادرس أحداث وقعت بقريتي من خلال وثائق. الوثيقة رقم 1، شارع مهداش في بناء قصبتي كما كانت تسمى تغرمت ابتداء من سنة 1938 ميلادية، وانتهت فترة البناء حوالي 1941 ميلادية. شيدت على موقع جغرافي يطل على الواد خارج قصر أيتبول في اتجاه بومال، وموقع استراتيجي لمراقبة كل تحركات من كل وجهة. المصدر محمد أجماع، معلمة تاريخ المغرب مادة إلى آخره. بالنسبة للوثيقة 2، هي صورة موكب ملك الجمال موسم المرود في ماي 2010 بقلعة مقونة. بالنسبة الوثيقة رقم 3، استجواب تلميذ لجده حول فيضانات سنة 1965. بالنسبة يروي الجد أحد ناجين فيضان وادي داداس، في ذلك اليوم من صيف 1965 سكان ضفاف الوادي، إنها نهاية الدنيا، فاض الواد حتى وصل مستوى أبواب المنازل ولم تعد تظهر في الحقول أشجار الجوز الشامخة. دامت الأمطار الغزيرة 6 أيام وسبعة ليالي، بفضل الله نجا الجميع من هذه الكارثة. نعم، نبدأ هنا بالأسئلة. ما هي أهمية دراسة الوثائق التاريخية؟ نعم، أهمية دراسة الوثائق التاريخية التعرف على أحداث وقعت في الماضي والمعالم التاريخية. التعرف على أحداث وقعت في الماضي، وكذلك يمكن التعرف على المعالم التاريخية والمعالم التاريخية. نعم، نبدأ هنا بدراسة الوثيقة. عندنا الوثيقة رقم 1. بالنسبة للوثيقة رقم 1، هنا نوعيتها الحدث، نوع الحدث، تاريخ الحدث، مكان الحدث. بالنسبة للوثيقة 1 هي كما كتشوفوا مكتوبة، يعني نوعيتها مكتوبة. بالنسبة للوثيقة الثانية تمثل صورة. وبالنسبة للوثيقة 3، شهادة الجد هي شهادة شفهية. شهادة شفهية، يعني هنا نوعية الوثائق إما تكون مكتوبة صورة أو شهادة شفهية. الحدث، نشوف الوثيقة الأول. الوثيقة الأول هي بناء قصبة، بناء القصبة، بناء قصبة ما تسمى قصبة ما تسمى تغرمت، قصبة تغرمت. نعم، نكملوا نيت هنايا. بالنسبة لنا الحدث فهو تاريخي، حدث تاريخي، نكتب تاريخي، حدث تاريخي، نكتب حدث تاريخي. تاريخ الحدث، تاريخ الحدث على حسب الوثيقة فهو من 1938 تل 1900، باش كملت 1938 تل 1941، كلشي كاين في الوثيقة. مكان الحدث، أين هو مكان الحدث؟ على الواد، الواد خارج قصر، على الواد يعني تبنات هذيك القصبة. بغينا نزيدو التوضيح نكتبو خارج القصر، خارج قصر اللي كيتسمى أيتبول، خارج قصر، هنا ما عنديش المكان، قصر أيتبول. نعم، أتيول. نمشيو الصورة الثانية أو الوثيقة الثانية. ألوغ بالنسبة هنايا على الواد خارج قصر أيتيول، هنا على حسب أشنو عندنا في الوثيقة. نمشيو الصورة الثانية اللي هي صورة، الصورة الثانية شنو كتمثل؟ موكب ملكة الجمال بموسم الورود في ماي 2010 في قلعة مكونة. يعني شنو هو الحدث؟ موسم الورود، موسم الورود. هنا بالنسبة لنا الحدث فهو مهرجان أو تظاهرة، مهرجان أو تظاهرة. بالنسبة لتاريخ الحدث فهو ماي 2010. بالنسبة مكان الحدث قلعة مقونة. بالنسبة لدراسة الوثائق كل شيء كيكون في الوثيقة، خاصنا نعلم الطفل ديالنا كيفاش يتعامل مع الوثيقة. بالنسبة للصورة الثالثة اللي هي شهادة شفهية ديال الجد، بالنسبة للحدث هو فيضان
واد داس فيضان، يعني واحد الفيضان ديال واد، د داس د داس. بالنسبة لنا الحدث هو كارثة طبيعية، كارثة طبيعية. بالنسبة أين تاريخ الحدث، فهو في 1965. بالنسبة مكان الحدث هو واد داداس، واد داداس نكتبوها واد داداس. سالينا دراسة الوثائق، كل شيء جبناه من الوثائق. نعم نمشيو الوثيقة التالية، هنا أدرس تاريخ قريتي من خلال نص تاريخي، أدرس تاريخ قريتي من خلال نص تاريخي. نمشيو نبداو بعدا بقراءة النص. تستقر قبائل أي تعطى في منطقة الجنوب الشرقي للمغرب منذ القرون الوسطى، يحدها شمالا قبائل داداس وشرقا وادي زيز وغربا وادي درعا. تدارسها الجبلية جعلها تتميز بمناخ شبه صحراوي بين فجاج جبل صغرو. وقعت معركة بوكافر سنة 1953 بين القوات الفرنسية ومجاهدي قبائل أي تعطى. هذا مختطف من كتاب أي تعطى الصحراء إلى آخره، هذا المصدر ديال النص. نبداو بدراسة الوثيقة. بالنسبة لنوع النص فهو نص تاريخي، نوع النص هو نص تاريخي. نص تاريخي. مصدر النص عندنا هنايا، مصدر النص هو ماذا؟ أي تعطى الصحراء، أي تعطى. كنجيبو مصدر النص هو كيكون لتحت هنايا، أي تعطى الصحراء يعني وتهدئة الدرعة العليا. بلا ما نكملو ممكن نكملو هنايا، وتهدئة ممكن نكتبو غير أي تعطى الصحراء وتهدئة الدرعة العليا. بالنسبة صاحب النص هو جورج سيلمان، يعني نكتبو هنايا جورج، نكتبو الاسم الكاتب، كلشي كاين في التحت في المصدر ديال النص جوج. الوغ جورج سيلمان مترجم، يعني هذا النص هو مأخوذ من هذا الكاتب ولكن هذا صاحب النص ولكن مترجم. شكون اللي ترجمو؟ ترجمة محمد حدا. نكتبو هنا مترجم النص محمد حدا. هنا تاريخ ترجمة ركينا سنة 2008، سنة 2008. موضوع النص ما هو؟ موضوع النص قبائل أي تعطى، قبائل، موضوع النص قبائل أي تعطى. وموضوع النص أو يعني تاريخ قبائل أي تعطى، ممكن تكتبوا هنا غير قبائل أي تعطى. نعم نمشيو السؤال باء. استخرج من النص الحدود الطبيعية لقبائل أي تعطى. كما جاء في النص قبائل أي تعطى جات في منطقة الجنوب، تقع في منطقة الجنوب الشرقي، الجنوب الشرقي وعند حدود. بالنسبة الحدود يحدها، نكمل هنا، يحدها شمالا ماذا؟ يحدها شمالا قبائل دا داس وشرقا. هنا كل شيء في النص ممكن تكتبوا من النص، شرقا وادي زيز وغربا ماذا؟ وادي درعا. يعني هنا الحدود، هنا عطينا الوصف الدقيق لي هنايا الحدود الطبيعية، عفوا حدود طبيعية لقبائل أي تعطى. نشوف الجيم. ما هي المعركة التي وقعت بجبال صاغر ومتى وقعت؟ هنايا هنا كتب لنا وقعت معركة بوكافر، معركة هنايا بوكافر سنة متى؟ 1953. ألا كما شفنا هنايا في هاد المادة التاريخ، يعني تاريخ قريتي أو دراسة أحداث وقعت بقريتي من خلال وثائق، كل شيء خديناه من الوثائق. يعني خصنا نعلم الطفل أنه كيفية دراسة الوثائق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.